تشني هي ان المباراه معنا اليوم في هذا المباشر كنتمنى جميع المتابعين انهم يبارطاجيو باش نسلموا على القضيه ديال المباراه اللي فين وصلات وبغينا نعرفوا شنو هي مورا. فبالتالي كيف ما كنقولوا مع المتابعين الاخرين عن الحاضر عمر اللي هو المراقب المباراه اللي كاين اللي كيقول له كيحفظ الكره كاين واحد كل واحد باش مسلم كنحفظ هذا الكور في الدفتر وفي التحضير في الدفتر مع راساتها كنوجد لهم كاع الماكله شكون تفاتي في الوقت هذا؟ لا تمثل فينا السي عمر عاد نسولك على القضيه ديال هذا الحبير وهذا الناس ديال انا تصور في خلال دولك توليتي مشهور بها واش كنتي بعد مصدع انك تشرف شهره ديال التصويره بصراحه انا ما كنتش كنت سيده واش كنتوقع كاع واش كنتوقع هاد الاماره وفي طرف البحر هادي خليني طران بيز دابا قضيه متمكن ومازال بغيناك مازال تعاود لنا قصه ديال هاد المباراه كيفاش جات معاك وكيفاش كنت في هاد البوز اللي جميع المواقع الاجتماعيه كتكلم على مول المباراه كاين نعطيك مجموعه ديال الالقاب Yeah.
هاد الاغنيه حتى المتابعين يسمعوها. سيدي مولانا يلاه اخي عمر، هذا خويا كان سطاح يلاه قول عمر اللي معروف المقدم المباراة حفل القبور مجموعة ديال هاد الشباب اللي شاف عمرك عمر؟ أنا خويا فوقي 29 كيبان على عمرك 29 سنة واخا رجعنا عليك قول لي أغنية ديال بحال
كورة كيف تيقول يا كل شيء تحفر شي كورة دير آجر ولكن كنشوفوا هذه القضيه عندهم الحق فيها بالنسبه لهاد الشباب دارهم كيقولوا مجموعه الحوايج كيقولوا لا ملي كتجي شي بنت كيقول تقول شي حاجه كيقول لها مرحبا وهي كاينين بزاف ولكن انا ماشي منهم انا كندير كل شيء انا كتقول لي ماما هي قالت لي عمر بوطه كنعمرها اي حاجه وفي الاخر اصلا كنطيب الكوزينه ديال الدياب كنطيبها هما بزاف كنطيب كنطيب كنوبه ولا انت كتعرف على الباربور شحال هذيك الباربور ولا كيفاش؟ كيعجبني عصير داك الباربور على الناس والله العظيم خصوصا على الليمون مع خيزو يا سلام الباك كنشرب مع الفطور واعر بزاف شنو؟ تحس براسك بواحد الانرجي بواحد الطاقة خذ راحتكم على الاصاله الحلو ديالي هو المهم ديال المشوار المهم ديال الجب في المغرب وفي العالم وعندنا
شعرت كاش اللي راه فيها انا اصلا ما كنتش دار من حساب وانا تصدمت انا في الصباح هو تصدمت عرفتي حد تصاوريني التصاور ديال الحياه ديالي عاديه التصاور ديالي خاصه فهمتي لو تصاور بعض الصور جماعيه اللي معايا الجروب الناس شفت الصباح كتفيق تلقى المغرب كامل بارطاجيني ديال 30 في المغرب كلشي كيهضر دابا المتابعين اللي معنا تقريبا 1800 واحد شنو كتقول لهم يبارطاجيو انا تقريبا ما عنديش مشكله اني ياخذوا راحتهم انا هاي تكيس ديالو صعود 20 سنة اختار اللي بغيتي من عندك اه تسك ما بغيتش تفرق معايا كلبا والو اه
هذه بارتي، بارتي صديقتي، تذهب معي إلى أنما أينما ارتحلت، أتسكع بجانب البحر وأنظر إلى الشاطئ وأشتم رائحة عيونه، وعندما أرى مجموعة من الغيوم المنظرين بجانب البحر ومأمرهم في دلوغتي وخورتي أذهب إليهم وأحضرهم حفرة عميقة جميع المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف قناه الشاب. كيف ما لاحظتوا معنا هذا عمر، عمر شاب كبير العمر ديالو 29 سنه اللي عنده واحد متعدد كيف ما كيقولوا هو انا متعدد المواهب ياك، اذا هو متعدد المواهب. ف تحيه لبار ديالك عندك عزيزي تسعد في البار غير كنت كنحب البار انا البار ديالي اللي تسعد فيها عندك نعس حدايا انا ديما ما مشيت نبقى نديها معايا فوالا جنة ما بقى إلا شكرا لكم على الاتباع وإلى قاعدين في رعاية الله وحفظ الله وفاتح بكم متابعين الأفاضل ديال الشط نتلقى في لايف اخر في باتن اخر. نتمنى لكم تبقى جوف فضلا وليس امرا. شكرا لكم.